الحاجة اللي كنعرفو إن البلاد ما فيها ما يتخبى الرسميين يعني ما منخرطيش بزاف مع الجمعيات، فربما الصحافة هي اللي غتكون وسيلة التواصل. أنا التجربة ديالنا ملي كتمشي عند المسؤول كتقول له ما كاينش تما كيعاونو مع الجمعيات، فحنا الجمعيات ما كتمشيش عندهم، فهي كتمشي عند الجمعيات كيقول لك المسؤول ما كاينش فيها، لأن كاين شي صلة تواصل بيناتهم، ماشي واحد اللي يوصل ديال الجمعيات واللي يربط عليه. هذه المحاولات كتكون يعني ربما نجحوا فيها ربما نجحوش، شحال ما حاولنا شحال ما كنظنوا بعد هذيك المراحل الصغيره تكون. شكرا.